بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا عن ترميم منشآت الخرسانية. المعرض الدولي للترميمات، أول قناة عربية متخصصة في أعمال الترميم. تعالوا بصوا بقى، هنخش جوه على السطح هنشوف. يا نهار ابيض، هنا التراب ارتفاعه لا يقل عن متر او متر يمكن وعشرين، وممكن متر ونص كمان. كل الرتش اللي موجود على السقف ده خطير جدا جدا، ومعرض انه يوقع السقف ده. طبعا لازم يتشال فوراً.